هو من الله من الله شنو يعني سلام مستوى صحيح بعد تقديم تجهيز و صباح نونو نوردين لا هم تهم نعطيها لكم لهنا متبوعين به جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية جنس النشر الترويج العمدي لأخبار وأنباء من شأنها المساس بالنظام والأمن العمومي جنحة تحريض حياة الغير للخطأ أثناء فترات الحجر الصحي جنحة إهانة هيئة نظامية جنحة إهانة رئيس الجمهورية التجمهر غير مسلح جنحة التحريض العلني على التجمهر غير مسلح نشر خطاب الكراهية يتضمن دعوة إلى العنف القيام بالتمييز ونشر خطاب الكراهية عن طريق استكمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال الأفعال المادة 144 المادة 144 المكرر المادة 196 المكرر المادة 209 المكرر المادة 79 المادة 97 المادة 98 من قانون العقوبات والمادة 31 فقرة 5 المادة 32 من قانون الوقاية من تمييز وخطاب الكراهية ومكافأتها بعد امتثالهم اليوم أمام سيد وكيل الجمهورية وأمام قاضي التحقيق قرر إيداعهم على اساس تهم هذو العشره اللي كنا نقولهم لكن تصريحات تاع الاطراف من جهه اخرى انكروا تماما التهم لانه مجرد حضورهم واش قالوا طرفين بعباره بسيطه نحن كنا امام مع ابناء الحي تلقينا بصدفه دون موعد في القصبه ولم نخرج الى الطريق الرئيسي يعني هذو عباره ما ترقاش باش تقول بمثابه هذا التهم يعني دوك واش نديروا الدفاع راح يستأنف لانه امر ايداع هذا ماهوش بمثابه حكم ماهوش حكم يعني مجرد امر ايداع الدفاع راح يقوم باستئناف امام غرفه الاتهام لطلب اساسي وهو الغاء امر ايداع وطلب الافراج للامتثال كمتهمين خارج المؤسسه العقابيه زيد طرح له سؤال قالوا المنشورات تجديد قالوا ما تحاسبونيش على منشورات قد تم إدانتي ورجوزت عليهم ديجا من الحبس يعني قالوا لي ما عندناش الحق نعاقبوا شخص على نفس الافعال تجيب لي منشورات تاع افريل 2019 ولا قبلها وتقول لي اليوم نحاسبك في 2020 ونقول لك يا ودي راك متعوب متبوع بك يعني بخلاص القوله هؤلاء واش قالوا اليوم قاضي التحقيق لسنا ما نهبنا ما سرقنا ما قتلنا ما قمناش بالله كي تقول المساس بالوحده هل حرضنا كما قالوا تجديد ونولو نوردين قالوا احنا ابرياء احنا كنا ابناء الحي معنى يعني وقفه تضمن وقفه سلميه كما مشينا من قبل درنا وقفه تضمنيه ما نخرجناش قالوا 20 دقيقه يعني بدات 20 دقيقه ما تجاوزناش ما حكمتوناش في 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 بعض كيلومترات على الحي ثانيا التحريض على الغير كما قالوا نور الدين قالوا نجيب كنا احنا اذا كان انا حسبوني على اساس المساس وقلت بكلمات منشر قالوا اصلي ما عنديش فيسبوك انا ما عندوش فيسبوك حقيقه ما عندوش ان كونت فيسبوك على اسمه كيفاش يقوم بالمنشورات ويعرض صور واصلا ما عندوش فيسبوك على كل حال احنا على بالنا باللي رانا كيما الملف هذاك اللي جاز من الحب من الحد اللي فات وجوه المعروفه في الحراك وكذا احنا واش نقولوا الدستور وكل المواعيد والمواثيق الدوليه في ماده 48 و32 وما يشبه ذلك تبيح التظاهر السلمي وعني الماده 48 لانه الدستور اسمه على القانون لانه يعني مادام ما كاش اركان في التهمه الحاليه حتى الدستور يعني دستور من نهضروا على المواد تاعو ماده 48 تقول لك يجوز للتظاهر السلمي يحمي الحقوق والحريات فلماذا نعتقل شباب لا ناقة ولا جمل له لأنه من جهة دسترت ومشروعية الحراك ومن جهة واحدة أخرى نعتقلوا عناصر الحراك يعني عناصر يعني فو سافوار سكون فو من جهة تقولوا نو فو زافي دروا ولا كونستيتيسيون بارل دو 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 لو دروا دو تاع الدستور وتحبوا الدستور ولكن جهة واحدة أخرى جيبوا لنا شباب عزة شباب يعني سي با ان كريم سي ان بويت دونك اذا كان نجيبو قال الله يرحمه شي حسناوي ونجيبو لي زارتيست كاع تاع لاجيست هذا ارتيست هذا لي بوات نهضرو سي تان ارتيست سي تان ارتيست لي بوات مزيه اللي كاين الموت يا اللي طغيتو في هاد الدنيا شحال من حقار وشحال من طاغوت دولة مدنية ماشي عسكرية مزيه اللي كاين الموت يا اللي طغيتو في هاد الدنيا
شحال من حقار وشحال من طاغوت شقاو ندل قبل ما يموت، كانوا يشوفوا في البنادم برغوت واللي عفسوه ما عندهم حاجه كيموت. التاريخ كتبوه كيما حبوه وما زوروه، القانون داروه غير على الزوا ولا يطبقوه. حبيت نكتب على السياسة، في بلادنا كاين سياسات كل فترة تخلص بمأساة، والميمة غير هي اللي على ولدها بكات. هذه هي الخلاصة، في بلادنا كاين حكام طغاة. الله أكبر الله أكبر. خليك من الأستاذ. شوف باش نختموا هذا المجمع، الحراك ليس جريمة، الكلمة كلمة الحق. دولة ولاد الحرام يا سخط النظام، دولة ولاد الحرام يا سخط النظام. على الشعب، على الشعب أن يبقى سلمي ورغم الظروف ورغم الاعتقالات، رغم الاعتقالات ولكن الشعب يبقى سلمي وما يدخلش في الاستفزازات وما يدخلش في هذا، تبقاو سلمية لأنه الهدف والكلمة الوحيدة والشعار الوحيد لشعب الجزائر أنه سلمي. أنا أشكركم. راح نقوموا باستئناف، راح نقوموا باستئناف الأمر إذاع، والأمر إذاع هنا على مستوى الدرجة الأولى ماهوش بحكم نهائي. كاين إجراءات نقام على مستوى الغرفة الإدارية، على مستوى غرفة الإتام، نقدموا مذكرة وراح نتمشوا بقرارات، لأنه الملف بغض النظر على اللونتات تاع ليزاكيزاسيون ولكن في الحقيقة فارغ من محتواه. كما قال الملف. كما قال تجي. قال لكم أنا إنسان خرج من الشعب هذايا. ما خرجش للقيام بكذا وكذا وكذا، بقيت مع الشعب هذا للي أؤمن بسلميته. أنا ما حرجت، ما سرق، ما قام بالفساد، ما قام والو، إنه إنسان مسالم وإن شاء الله قولة الحق والبراءة إن شاء الله تتكلم عن نفسها. وسلام عليكم. شكرا كاع الأساتذة. شوف حنا لو ديمونش أون ديبوزي أون ميموار باش نستأنفوا الملف تاع غرفة الاتهام، إن شاء الله الملف هذا سيحول غرفة الاتهام نظر في أمر إذاع. إذا باش نقول أمر إذاع لازم يكون أولا المسبب. مسكين القاعدة العامة، القاعدة العامة في الإجراءات هو الإفراج. لأنه الشخص هذا إذا كان يقوم بالضمانات، هذا السيد ماهوش يسكن في على 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 1000 كيلومتر، عقر وضريرة هنا تبعث له استدعاء سيمتثل. ثانيا أولا التهم هذه بين الواقعة والتهم لا مجال للمقارنة، ما عنده حتى علاقة بالتهم. ثالثا يوفر كل الضمانات القانونية، هذا الشخص هذا وهذا الطرفين الحمد لله حضوركم اليوم واش يثبت أنهم أبناء يعني مسالمين، سني با دي فويو، بلاصتهم ماهيش في السجون. في السجون هذو الناس، هذا هو أماكن، المكان الوحيد لهم هو بين أهاليهم وشعبهم. أنا شوف نقول لكم حاجة، يعني والله ماشي نتأسفوا، إني حزين نوعا ما. علاش؟ الأحد اللي فات طحنا تقريبا نفس الملف وتمت تبرئتهم وربما كنتوا حاضرين هنا. اسماوات يخيروا أستاذ يخيروا محمد تاجر. حنا نقعدوا في إطار موضوع. حنا يا الملف هذا يا كي نشوفوا قلت لكم كي تقراوا دون حتى المساس وكذا. ما كاينش مشكل. شوف هاهم اللي شاف داكي البازيكسيون يعني متبوعين البيت دون حتى المساس. نعطيكم التهم وهذه هي أنا قال لي تحقيق مش هو يحكم، هذا مجرد تحقيق. تحقيق. والإشكال ولا انه امر اذاع، والاذاع كان اجراءات كما دار هو خدمته دار اذاع حتى حنا كذلك نستانفوا ونمشيو، كان وسائل قانونيه وجارت العاده وين مشينا حتى في غرفه الاتهام وتم تسريحه. يعني الانسان ما يسبقش الاحداث، كاين اجراءات يقوم بها الدفاع وهو الحاله الضروريه المستعجله حاليا هو الاستئناف امر اذاع. دونك كنا قلنا جنحه المساس بسلامه الوحده الوطنيه، جنحه النشر الترويج العمدي لاخبار وانباء من شانها المساس بالنظام والامن العمومي. جنحة تحريض حياة الغير للخطر أثناء فترات الحجر الصحي. جنحة إهانة هيئة نظامية، جنحة إهانة رئيس الجمهورية، تجمر غير مسلح، جنحة التحريض العلني على التجمر غير المسلح. نشر خطاب الكراهية يتضمن دعوة إلى العنف. القيام بالتمييز ونشر خطاب الكراهية عن طريق استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. يعني شوف كي تشوف سقساوهم قال كيفاش مثلا المساس بالسلام الوحدة الوطنية. هل حكمتوا بسلاح؟ عصا ما حكمتهاش عنده. يحكم مع المصادرات. لا تورنوفيس، لا حتى قول، يعني الكلام الغير اللي يمس بالغير، واش الوحده الوطنيه؟ هذه التهمه باطله وما عندهاش اركان. زيد تحكم النشر. نحكموا امين ولو ما عندوش فيسبوك، كيفاش انت تقول له الا عرضت منشورات و الاصل لازم تكون عنده ان كونت، تحكموا افيك ان كونت. وتحكم هذوك العبارات الموجودين او الصور وتأولها. ما كاش.
تبقى دون حد تحريض حياة الغير للخطر. وراه الشخص هذا اللي تعرض للخطر اليوم نتحدوا اي هيئة وراه الغير اشكو اليوم الغير هذا جا ودخل قال هذا عرضني ولا بعثني الى الخطر ولا قال لي رمي روحك من باطيمو ولا رمي روحك من كذا. ما كاش لا يوجد الغير في الملف. رانا حاضرين هنا عندنا شخصي في الملف ما كاش الغير. ما كاش الغير يا خاوتي.